السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة ياسين للمعلومات. في هذا الدرس الجديد جئتكم بموضوع رائع جدا، وهو هذا الموضوع لعشاق كرة القدم ولعشاق يعني اللي كيتابعوا المقابلات، يعني ما كيكونوا خدامين ما كيصلح لهمش انهم يمشيوا للقهوة ولا شي حاجة، يعني عندك كونيكسيو في الدار. يعني انا نعطيك غادي نوريكم واحد الطريقة رائعة جدا، برنامج اللي هو الهاين معروف على صعيد العالمي. نوريكم الطريقة ديالو، كيفاش ديرو تفعلوه، كيفاش ديرو تانستاليوه، كيفاش ديرو تفرجو موسط داركم بلا ما تمشيو للقهوة ولا مهم. كلا أطيل عليكم في هذا الشرح، أدعوكم لمشاركة في قناتي والضغط على زر الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. مهم، البرنامج هو هذا، سأترك لكم كل الروابط تحت الفيديو إن شاء الله. ما عليك إلا تعطونا، هو هذا البرنامج، ركز معي صدقلي. ركز معي هنا جيدا، سأضغط هنا تختار هذه، ثم هنا انستالي. تيرميني فوالا. كل ما نحتاج هذه وهذه، وتحمل هذا البرنامج تثبته في الحاسوب. انستالي، انا ديجا راني انستاليه، يعني الطريقه ديالو سهله. سنذهب الى هنا، نضغط ننتظر قليلا، سنختار هذه. سنذهب الى هنا، سنذهب الى هنا، ندخل الى هذا الموقع. من هنا نضغط هنا، نضغط هنا لتحميل كود التفعيل، ثم ننتظر قليلا. سنختار سبيل المثال
نضغط هنا لتحميل الكود. سأترك لكم كل الروابط تحت الفيديو إن شاء الله. نضغط هنا، هذا هو الكود التفعيل الخاص بي أنا. ثم سنرجع هنا كنترول في، اوكي مبروك، سيخرجك على هذا الشكل. ثم سنفعل كل القنوات. تم التفعيل، يعني الطريقة عليك الضغط على كل القناة وتنتظر قليلا. تم التفعيل القناة نسخة احتياطية، ثم الضغط هنا، ثم الضغط على هذه، تم التفعيل بنجاح. ثم الضغط على هذه، تم التفعيل بنجاح. يعني ستعمل كل هذه القنوات على بنفس الطريقة حتى تظهر لك هنا لقد تم التفعيل. هنا لم يتم التفعيل بعد، سنحاول مرة أخرى. هنا التفعيل، سنرجع إلى هذه. تم التفعيل، سنرجع إلى هذه مرة أخرى. تم التفعيل، ثم رقم 11. تم التفعيل، ثم 12. تم التفعيل، ثم 13. تم مرة أخرى. تم التفعيل، 14. يعني على حسب سرعة الكونيكسيون اللي عندك. هنا 15، هنا 16، هنا 17، مرة أخرى ستضغط عليها حتى ماكس موفي. عشر. ثلاثة عشر. مرة أخرى. أربعة عشر. تم تفعيل القناة. يعني كل القنوات على الطريقة. سنذهب إلى الريكورفي.
سنحفظ التفعيل، الضغط هنا، ونذهب إلى هنا. سنحفظ التفعيل اللي ما تحطه في كلي يو اس بي، ولا تحطه في بي سي، ولا في المهم شنو انت فين بغيتي تحفظ على. انا راح احفظ على سطح المكتب، وهذا ده هو التفعيل الخاص بي. طيب سنخرج من هنا، ندخل الى البرنامج ثم الضغط، سننتظر قليلا، اقفل اغلاق البرنامج. هذا هو التفعيل الخاص بنا، استمر. نخرج ثم نذهب إلى ريكوري، ثم إلى هنا، ثم نرجع إلى التفعيل ونضغط على التفعيل مرة أخرى. نذهب إلى هنا، صار أربعة، ثم نخرج، الضغط، أغلق البرنامج. ثم نضغط على زمان، ثم ننتظر قليلا، وهو شغال. فرجة ممتعة. مكملة لك، يعني كل القنوات شغالة. كنت منا أن الفيديو هذا يعجبكم، هذه يعني بغيت نعطيكم هذه الفكره هذه، لان انا تقريبا دابا هذه شحال وانا خدام بها، وبغيت نشارك معكم هذا الموضوع، ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. واذا عجبكم الموضوع ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه والضغط على الجرس اللي كيصلكم الجديد، وما تبخلوش علينا بلي كومونتير، واي حاجه بغيتوها مرحبا تحت الامر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.